تبقى الصناعات والحرف اليدوية السورية بمختلف أنواعها علامة فارقة بين المنتجات المصنعة في كل الأسواق العالمية، وبحق لها أنه تنافس ما تصنع الآلات وتحتل مكانة مميزة بين عشاق كل من يقدر هذه القطع الثمينة. سوريا ما توقفت الأيادة السورية عن العطاء يلي ما زالت مؤمنة بأنه بكرة أحلى لتجمع بمكان واحد ضمن بازار حمل نفس عنوان إيمانا بكرة أحلى. لنحكي عن أكيد هالبازار أكثر. بصيرنا نرحب اليوم مع السيدة عروبة السيد من المنظمين في البازار، صباح الخير. وأيضا نادين خروفة حرفية ومصممة حقائب يدوية، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم علينا وعليكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. نعم، بالبداية أكيد رح نروح نشوف كيف كانت أجواء البازار ومنرجع. احنا نظمناه لانه رمضان وفي بعض الناس يعني تضررت محلاتها، ما عادت لقيت مطرح تعرض فيها الغراض، بقى نحن نظمناه مشان يعرضوا غراضهم باسعار مقبوله، منهم بيعرفوا عن منتجهم ومنهم العالم ما بتروح على السوق وبتتعب وهيك بيلاقوا كل شيء بمكان واحد. بشكل عام نحن كفتره هي 7 سنين هي فتره حرب، فانا حبيت انه الشيء الطبيعي جودي حلوي مع كفاءه مع اسعار حلوي، لان كل شيء عندنا منتجات اجنبيه ما عاد عم تجي نظاميه على البلد باي مكان سواء تجميلي ولا علاجي. الحلو فيه انه كله مستخلص من المواد الطبيعيه وكله سوقي، يعني بسوريا ما عم نجيب شيء من برا ابدا غير ماده الكولاجين نستوردها خارجيا. حلو انه الواحد يشارك ويشتغل ونطلع من الازمه اللي نحن فيها، يعني كثير هيك مبسوطه اني اشتغلت بوقت قصير، خبروني واشتغلت ما انقطعنا، يعني بفضل الله انه هالمنتوجات كلها وطنيه من يعني من تعالي للبسط للجلسات العربيه، هي كلياتها الحمد لله منتوجات وطنيه 100%. تانية يسعد صباحكم ورمضان كريم. مثل ما تابعنا بالفيديو يمكن مشاركة كبيرة والبازار متنوع، خلينا نحكي عن هاي المشاركة، والمشاركة ما اقتصرت على محافظة دمشق، كان في مشاركة من جميع المحافظات السورية. طبعا هذا أكثر شيء كان بيميز بازارنا أنه نحن كمان استقطبنا عدد كبير من المحافظات، فكان في تنوع بالمنتجات وكان في تنوع بالروح، فكان بازارنا بأيدي ومنتج سوري. سوري بامتياز. سوري بامتياز تماما. نعم. وحبينا نسميه بكرة أحلى لأنه بكرة أحلى وأكيد حيكون أحلى. نعم. بازارنا كان منظم بحيث إنه كنتي تلاقي كل شيء فيه. عدد الأقسام. عدد الأقسام كنا عملنا سكشنات وعملنا طاولات. الطاولات كان فيها من الاكسسوار لمواد التجميل الطبيه، كان في البسه للاولاد وللعائله جميع الاحتياجات تبع العائله. تمام. مثل ما ذكرت يعني العائله بتفوت لعنا وبتطلع وهي مبسوطه واخذه كل المستلزمات تبعها. نعم. كمان بدي اخبركم انه حتى شركات كانت معنا وقدمت لنا عروض كتير حلوة وساعدتنا، وكانت الأسعار كتير مناسبة. يعني نحن بيوم الافتتاح اللي كنا متوقعينه شفنا أكثر ما كنا متوقعين، أكثر بكتير. كان يعني في كانت إقبال كبير كتير كتير. كان في إقبال، كانت العالم كتير مبسوطة وسعيدة بهذا الشيء اللي عم. إضافة إلى أنه نحن عملنا لهم وقت كان في عرادة شامية استقبلتهم
فانبسطوا كثير. كان في قهوه مره كمان ضيفناهم مع العراضه فكانوا كثير مبسوطين وسعيدين. العراضه الشاميه، العراضه الشاميه يا ريتنا كنا صورنا لكم شوي من الفقره هي، كانت كثير حلوه يعني. واهم شيء الطقوس الشاميه انه هي تضل موجوده. نادين بونجور، يسعد صباحك نادين. يعني ما بعرف شو بدي اقول، هدول المنتجات السورية لحضرتك مصممة، هنن هاند ميد، صناعة يدوية. هنن خلينا نشوف هنن شناتي او جزادين او ساكات للصبايا. شيء كثير مهضوم وشيء كثير حلو، ستايل طاولة الزهر. طاولة الزهر؟ لا هي طاولة شطران. ايه اوكي، هي طاولة الزهر، هذيك طاولة الزهر. نعم، خلينا نحكي عن هالمشاركة وعن هاي الفكرة الرائعة. شو رأيك نبلش كيف يعني وردت هاي الفكرة على راسك وكيف تم تنفيذها، ويمكن شو هي المواد يلي استعنتي فيها؟ أول شيء خليني أعرفكم عن البراند اللي بتمثل اللي هي الجزادين، هي دار ميساك اسمها. دار ميساك أنا حبيت سميها دار ميساك لأنه هو الاسم الأول لدمشق من زمان، اللي حطوه الاراميين على دمشق واطلقوه عليها. فانا حبيت سميها بهذا الاسم لانه هذا شغل دمشقي بتتميز فيه دمشق دونا عن كل الشرق الاوسط، اللي نحن بنسميها هي شرقيات ولكن هي بالحقيقه هي دمشقيات فينا نقول. صحيح. خليني بلش انه من برا لجوا نحن بنشوف شكل الشرقي الخشب الصدف اللي نحن اكيد كثير مشهورين فيه، وفينا نفوت لجواتها وبنشوف قلبها البروكار. فهدول ديزاينات جديده بس بفن شرقي، بفن قديم، بافكار جديده، بس طبعا كلها لها خلفيه شرقيه مميزه، مو بس بشغلها وبصنعها. كمان فينا نشوف الديزاينات هنيك مثل هداك الجزدان المفرغ، هو المشربيه الدمشقيه. هي من البيت العربي، اكيد كلكم بتعرفوا شو هي المشربيه الدمشقيه. هو هذا الشباك اللي نحن فينا نشوف منه بس ما فيهم العالم يشوفونا. كمان كمان قلبه بروكار. وكمان الايد تبعه من الجلد، يعني طبعاً. في شيء مختلف بكل جزدان، كل فيه ستايل. حتى هنيك عندك شيء على فضه سنسال او شيء كمان. هون ناخذ طاوله الشطرنج كمان نفس الفكره. تمام، من قلبها من جوا. خلينا نحكي كيف تم تصنيعهم يا نادين. تمام، اول شيء هدول قطع كثير فنيه وكثير بياخذوا وقت وشغل، وكل قطعه يعني تراث. يعني لما اقول انا مثلا انه المشربيه هي في لها رمزيه وخصوصيه بالبيت الدمشقي، لما اقول طاوله الزهر ما في بيت بالشام ما في طاوله زهر. يعني مع كل يمكن جزدان عم نشوف حكايه شاميه صغيره. خلينا نحكي عن هي الافكار، يعني فكره جديده. هي الافكار لانه هي اجت الفكره انا ساكنه بدمشق القديمه. طبعا هدول هن صور صغيره من حياتنا اليوميه لانه هي لوحه فنيه كثير كبيره وكثير حلوه. هدول صور بتمثل التراث السوري بقطع فنيه كثير صغيره وكثير حلوه وكثير مميزه. يعني ما فينا نقول انه اي صبيه فايته حامله هذا الجزدان ما رح تقدر تلفت نظر كل العالم بافكاره وبتراثه، واكيد رح دغري ننسب هي القطعه لسوريا. ولعبه ذكاء منك لما اقول جزدان يعني صبيه، هلا مع التطور والموضه بتقول انه هيك قطع قديمه، بس لعبتي بحركه مميزه في لمسات يعني بتحسيها حتى شرقيه. بتاخذ هديه كمان كثير حلوه، هي شيء فاشن يعني قديم وجديد. تمام، وهي كثير بتجي لابقه هلا مع العبايه الرمضانيه. مزبوط، فهو يعني هلا كمان هذا وقتها. نعم تمام. طيب من وين اجت الفكره اذا بدنا نحكي؟ اجت الفكره من حب اول شيء للشام وللشرقيات. طبعا انا مع شريكي هو سيزار اشقر، هو حدا من اقدم العالم اللي بيشتغلوا بالشرقيات. فاستفدت كثير كمان من خبرته بهي القصه. هي القصه اجت من انه نحن لازم نبين للعالم انه نحن مميزين غير باقي كل الدول. نحن عندنا هذا الفن اللي هو مو موجود عند كل العالم، فنحن ليش ما بنظهره، وخصوصي هلا لانه نحن شعب فنان وقدران يبين انه نحن رغم كل الظروف قدرانين نشتغل ونعمل ونساوي. صحيح، وطالما البيز موجود والفن وكل شيء فليش لا. نعم، موفقين يا رب يا نادين. ست عروبة، خلينا شوية نرجع لأجواء البازار. يعني يمكن نادين هي مثال لـ 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 يعني لقسم محدد كان موجود بقلب شوي، إنه هي كانت متنوعة وبتلبي حاجات كل العيلة. يعني قديش مهم اليوم من خلال تنظيم بازارات إنه في كتير ناس يمكن كمان قاعدين ما عندهم محل، إنه وجدوا مكان لحتى يقدموا منتجاتهم. طريقة الدعم الصحيحة لبعضنا قديش حلوة وقديش مهمة. هلا هي احلى فكره بالبازار، هي فكره انه اللي ما عنده محل نحن بوجود البازار قدرنا نساعدهم كثير
وهن يكونوا مبسوطين ونحن نكون مبسوطين، لانه نحن اللي ما عنده محل او اللي ما بيقدر يستاجر محل فبيكون بيقدر يشارك معنا ونحن عم نعمل على هي فكره مهمه كثير. هي نقطه مهمه للمهجرين، للناس اللي يمكن خسرت اماكن عملها لما يكون في بازارات متنوعه، يمكن وشهدناها مع بدايه الازمه لليوم، نوعا ما بتساعدي على تسويق المنتج السوري، بتساعدي كمان المواطن السوري او يمكن العامل السوري اليوم ليقدر يسوق للماده اللي هو عم يشتغل وما في مكان يكون يعني موجود بيقدر يسوق للمنتج السوري بدون ما يرهق حاله ماديا بمبلغ كثير بسيط، احسن ما استاجر محل او يكون عندي ضريبه او كل هدول القصص. ونحن دائما بيقولوا لنا انه خلص هذا البازار، امتى حتجهزوا لبازار ثاني؟ فنحن كاست كبير متعاون، فمن وقت ما بنبلش باول بازار بيكون الفريق بلش يحضر للبازار الثاني، لانه بنحس انه هن تعلقوا فينا، صار بدهم يعني يتعودوا انه هن يعني صار مثل عم يأمن لهم دخل معقول، فبدغري بنقول لهم انه نحن بلشنا بالبازار الثاني. بس كمان بالإضافة إلى أنه في ناس عندهم محلات بس ورغم هيك شاركوا معنا، قدموا لنا كتير مساعدة، منهم بتشكر محل كريستيل قدم لنا كتير مساعدة وقالنا أنه وأنا لفت نظري شغلي هو عم يحكي معي، قال لي أنا دائما حشارك معكم بس بشرط. قلت له شو؟ قال لي ما يكون غير المنتج السوري بس، أي منتج من برا لا. قلت له أكيد ما في غير المنتج السوري، لأنه قال لي أنا بمحلي لهلأ كل شيء لازم يكون سوري. قلنا له لا ما تاكل هم، المنتج حيكون سوري. نعم ست عروبة، يعني مثل ما قلتي بازارات كثيرة عم تقوموا فيها، ولكن يمكن التمييز هو عم يكون عنوانكم بكل بازار. خلينا نحكي كيف يمكن بيتم تنقية المشاركين او كيف بيتم يمكن كل مرة بتضيفوا فكرة جديدة. يعني مثل ما ذكرتي كاست كبير عم يشتغل على هي خلينا نحكي كواليس تحضيرات البازار. هلا كاست كثير ومنظم، نحن مننظم انه نحن مثلا لازم يكون عنا من كل الاقسام، فحتى ما حتى يصير شو بنسميه مضاربه او يتضايقوا من بعض، فمنحط مثلا بدنا ناخذ اكسسوار بننقي ثلاثه او اربعه حسب، بدنا ناخذ اشغال يدويه، بدنا ناخذ مثلا مواد غذائيه، فكله هذا منظم بده يكون. كل مره لازم طبعا بيكون في شغلات صغيره لازم نتجاوزها بالمرات القادمة، وكل مرة لازم يكون حدا من المحافظات. هاي المرة كان معنا من محافظة حمص سيدة سوزان، بتشكرها كتير، اجت وحضرت معنا من وقت ما خبتها، قالت لي أنا أكيد حشارك معكم تعمل اكسسواري، هي بتعمله على إيدها هاند ميد يعني. كمان بتشكر من محافظة السويدة، اجت تعمل كريمات طبية كتير طبيعية. كمان عنا من محافظة طرطوس، كمان عنا في شاركوا معنا ما بعرف كانوا يمكن حطيتوا لهم بالروبورتاج اكيد بيعملوا اكيد لجميع المشاركين من جميع المحافظات بنوجه لهم تحيه على المجهود الكبير اللي عم تقوموا فيه. بالختام نادين خلينا نحكي كلمتين بس، قديش مهم فعلا هيك قصص تفاصيل ديزاين لنحافظ على التراث السوري، على الحرف اليدويه السوريه. يعني من خلال فكره جديده انا نوعا ما برجع بفرض او بعرض هيدا المنتج اللي كمان له خصوصيه سوريه. طبعا هو كثير مهم نهتم بكل الديتيلز تبعه، لانه هو بالاصل فن، وفن كثير لازمه دقه وكثير لازمه تفاصيل، فنحن طالما بدنا نعرض هذا الفن لازم نعرضه باحلى صوره، لازم نبين كل التفاصيل اللي فيه. فتخيلوا يعني نحن بنشوف هذا الجزدان بنقول انه حلو وكثير وغريب وهيك، بس هو كل جزدان تقريبا ممكن ياخذ شغلي يوصل لشهر. وكله هاند ميد وكله تفاصيل، فهو قد ايه صعب تطلع هيك قطعه فنيه كامله بكل الديتيلز تبعها وانه نشوفها نقول هي بيرفكت. صحيح. حتى من البروكار للصدف لكل شيء. نعم نادين، نحن اكيد نتمنى لك التوفيق، قطع عن جد مميزه وافكار رائعه، ان شاء الله بنستضيفك بحلقات جايه يكون معنا تشكيله اكثر او نقدر نعرف طريقه تصنيعها. موفقين لك ولكل الجروب ست عروبه، شكرا كثير وموفقين ببازارات قادمه ان شاء الله. شكرا كثير لكم، بنشكركم كثير وبدنا نقول فعلا نحن فخورين بالمراه السوريه في ظل ظروف الازمه، عن جد في جهود وجباره عم تقوم فيها، شكرا كثير لكم.